السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي وأصدقائي، رب تكونوا دايما بألف خير وسلامة وصحة يا رب. أقدم لكم أسعار الدولار والعملات في البنوك وأسعار الدولار والعملات في السوق السوداء ليوم الثلاثاء 12/3/2024، كل لحظة وحضراتكم بخير يا رب. اللهم آمين على كل تعافوا بحضراتكم. أولا أسعار الدولار والعملات في البنوك فضلا وليس أمر، أتمنى إخواتي تشاركوني أو الاشتراك في قناتي ولايك للفيديو. اولا اسعار الدولار والعملات في البنوك: جنيه استرليني 62 جنيه 89 قرش، دينار ليبي 10 جنيه 21 قرش، دينار بحريني 130 جنيه 5 قروش، ريال عماني 127 جنيه 34 قرش، دينار اردني 69 جنيه 16 قرش، دينار كويتي 159 جنيه 64 قرش، ريال قطري 13 جنيه 46 قرش، درهم اماراتي 13 جنيه 36 قرش، ريال سعودي 13 جنيه 8 قروش، سعر اليورو 53 جنيه 58 قرش، سعر الدولار في البنوك 49 جنيه 3 قروش. أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء كما ذكرتها مواقع التواصل الاجتماعي: جنيه استرليني 63 جنيه 12 قرش، دينار ليبي 10 جنيه 25 قرش، دينار بحريني 130 جنيه 52 قرش، ريال عماني 127 جنيه 82 قرش، دينار أردني 69 جنيه 45 قرش، دينار كويتي 160 جنيه 25 قرش، ريال قطري 13 جنيه 52 قرش، درهم إماراتي 13 جنيه 41 قرش، ريال سعودي 13 جنيه 22 قرش، سعر اليورو في السوق السوداء 53 جنيه 78 قرش. أسعار الدولار في السوق السوداء: شراء 49 جنيه 21 قرش، والبيع سجل 49 جنيه 46 قرش. بشكركم اخواتي دايما وجودكم على راسي من فوق. في الختام دايما اللهم امين على كل دعوة في قلوبكم.